في بلاد المسلمين أو في بلاد آسيا أو في أفريقيا. نحن كشعب فلسطيني عانى الويلات وعانى الكثير وعانى من النكبة ومن التهجير ومن المجازر، نرى بأن واجبنا الأخلاقي أن نقف ضد كل عنصرية، ضد كل إرهاب في أي موقع في العالم، وبغض النظر من هو المتضرر. أيها الإخوة، هذا موقف أخلاقي، هذا موقف أخلاقي أيها الإخوة، نقفه الآن ويقفه كل أبناء شعبنا بمسلميهم ومسيحييهم ضد الإرهاب البورمي وضد إرهاب العسكر في بورما. نحن نعلم جيدا أيها الإخوة أن هذه السفارة وغيرها من السفارات هي ممثلية لطغمة عسكرية حاكمة في بورما، ما زالت تمسك بتقاليد الحكم رغم المسرحية الديمقراطية التي أنتجت رئيسة وزراء ورئيسة كانت حاصلة على جائزة نوبل للسلام. أيها الإخوة، أنا أقول بشكل واضح، هذه المظاهرة القوية يجب أن تكون بداية مشوار، ومظاهرتنا القادمة يجب أن تكون أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية التي تزود شباب نواب عرب يهود، كل من يتضامن معنا ضد هذه العنصرية الوحشية التي هي ليس بشيء آخر فقط غير العنصرية والتطهير العرقي. بعد إذنكم سأتكلم في اللغة العبرية لأني طلبت، بما أن غالبية المتحدث قبلي تحدثوا في اللغة العربية، وبما أننا موجودين هنا في قلب يافا وفي مفرق معتل أبيب، نقول لهم في وجههم: نحن نرفض هذا التطهير العرقي. ولكي نوصل الرسالة ليس فقط في العربية، فنحن نفسر ما نقوله هنا عاليا في اللغة العبرية. وأنا أقول لكل مش نمتاكن بشلودو غير السفارة العربية، אנחנו נמצאים פה בטיילת שהיא בעצם במקור החוף של מנשיה, חוף יפו ההיסטורי מנשיה. נמצאים פה מול שגרירות בורמה שבעצם מייצגת לשלטון הבורמי שתובך כרגע בבני המיעוטים המוסלמים בבורמה, והסיבה לכך היא אך ורק סיבה דתית בלבד, ואפילו אין לה שום צדק ושום היגיון בדת, אלא נשענת על תירוץ של טיהור אתני מובהק. אנחנו כאן כערבים פלסטינים אזרחי מדינת ישראל, מיעוטים שנמצאים בלב תל אביב יפו, שמייצגים פה ערים מעורבות גם ביפו ותל אביב וגם ברמלה וגם בלוד וגם בחיפה וגם בעכו וגם בכל מקום אחר אצלנו במדינה. אנחנו עומדים פה בראש מורם, אומרים לכם כולנו כיד אחת: לא ניתן לדבר הזה להמשיך. מפה אנחנו יוצאים בקריאה לכל אחד ואחד מבני המיעוטים, לא רק המוסלמים, לא רק הנוצרים, כל דת וכל מיעוט שנרדף רק בעצם היותו דת שונה מהרוב, יקום. לא רק פה ולא רק בעיר שלנו ביפו וגם לא בערים אחרות פה במדינה, אלא גם בכל עיר בעולם. الله أكبر من كل الظلمة وهو قاسمهم بإذن الله عز وجل، والظلمة وحكم الظلمة إلى زوال أينما كان بإذن الله عز وجل. وإن الله ليزيل حكم الظالمين حتى لو كانوا من كانوا، وبإذن الله عز وجل هذا الحكم المستبد الظالم الذي يقوم بالمجازر ليل نهار وبالتطهير العرقي إلى زوال بإذن الله عز وجل. أيها الأخوة الإخوة الأحباب، وقبل أن نختم هذه التظاهرة سنقوم بعد قليل بأداء صلاة الغائب مع دعاء يأمنا بها فضيلة الشيخ حماد أبو دعابس بإذنه عز وجل.
ستكون الصلاة هنا قليلا إلى الخلف إلى الغرب بإذن الله عز وجل حتى نوصل الرسالة بشكل واضح. يتوكل على الله. احنا هون. فإخوان توكلوا على الله استديروا إلى الخلف. قائدها محمد. لن تركع أمة 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 قائدها محمد. يا بوذي يا جبان. يا بوذي يا جبان. الشعب المسلم ما بينهان. الشعب المسلم ما بينهان. يا بوذي يا جبان. يا بوذي يا جبان. الشعب المسلم ما بينهان. الشعب المسلم ما بينهان. أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله. عنهم وأكرم نزلهم يا رب العالمين. اللهم اغفر وارحم المستضعفين من المنكوبين في بورما. اللهم سدد رميهم. اللهم فرج كربهم. اللهم يسر أمرهم. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم انصرهم على من ظلمهم. اللهم رد بأس المجرمين إلى نحورهم. اللهم إنا نجعلك في نحور الظالمين في ميانمار. اللهم انتقم منهم شر انتقام. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. فرد كيدهم إلى صدورهم ونجي المسلمين من مكرهم وكيدهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالطغاة والظلمة وعليك بالمجرمين والقتلة وعليك بالمنافقين والخونة. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم انتصر المظلومين والمستضعفين في بورما وفي كل مكان. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا. فإنه لا قادر على نصرتهم إلا أنت يا رب العالمين. اللهم انتصر المظلومين. اللهم انتصر المستضعفين وتقبل شهيدهم. اللهم انتصر لهم فإنهم لا قدرة لهم على تحمل ظلم الظالمين يا رب العالمين. اللهم انتصر للمظلومين. اللهم انتصر للمقهورين. اللهم انتصر لدماء المسلمين. اللهم انتصر لمساجد المسلمين. اللهم احفظ أعراض المسلمين واحفظ دماء المسلمين واجمع شمل المسلمين. اللهم عليك بالطغاة والمجرمين ومن ساندهم وأيدهم يا رب العالمين. اللهم إن إخواننا في بورما جياع فأطعمهم عراة فاكسهم. اللهم إنهم ضياع فأحملهم. اللهم اجمع شملهم. اللهم يسر أمرهم واجمع شتاتهم وقوي ضعفهم. اللهم لم صفهم ووحد رايتهم وانصرهم على عدوك وعدوهم وقرب فرجك منهم يا رب العالمين. اللهم قرب لهم فرجك يا رب العالمين. اللهم إنهم يستنجدون بفرجك يا رب العالمين. يا غياث المستغيثين أغثهم. يا غياث المستغيثين أغثهم. يا ناصر المستضعفين انصرهم. يا مفرج كرب المكروبين فرج كربهم. اللهم يا ميسر أمر المعسرين يسر أمرهم. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا وكن لهم فرجا قريبا ويسر لهم فرجا قريبا. افتح لهم يا ربنا فتحا مبينا واهدهم صراطا مستقيما وانصرهم نصرا عزيزا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اجمع شمل الإسلام والمسلمين في كل مكان ووحد لواءهم وانصرهم على أعدائك وأعدائهم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم آمين. اللهم آمين. وصلي يا ربي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.